اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. احنا مازال متواصلين مع الماساه ديال المواطنين وديال الشعب المغربي اللي كيعاني في صمت اللي هذا الفيضان وهذا الشتاء تبارك الله اللي صبات عرات على بزاف ديال الحوايج. احنا الان كنصادفوا مع حاله صعيبه بزاف اللي غتبكي المغاربه كاملين، لان هاد الماساه اللي كيعيشوها هاد الزوجين اللي يلاه تزوجوا صعيبه بزاف. ما غادي نعاود والو، غادي نخلي العربي وهذه الزوجه ديالو حامل. العربي كان ساكن في براكه في كاريان بحالو بحال الناس، فاذا به كيقولوا ليه براكه راه قايله للسقوط وغادي تطيح عليكم خرجوهم منها، فاضطر انه يجي الكوري ديال الحمير كينقي فيه حشاكم باش يبني فيه عشه باش يسكن فيها هو ومرتو. ياك السيدي العربي، واخا عاود ليا المعاناه ديالك في البراكه اولا. احنا عايشين تكرفيس ديما مكرفسين بلا ما. اجا خويا انا حدا المدام. ديما مكرفسين حنايا بلا ما بلا ضو. يعني في البراكه ومكرفسين. في البراكه ومكرفسين. دخل عليكم الماء. بلا ضو وعدد الايامات شهرين ونص ديال الشتا، كل نهار تكرفيس وكل نهار انا بعد مرات كنبات في الزنقه ومرتي كنصيفطها لدارهم. والصباح انايا نجي بكري باش نحيد هذاك الماء اللي كيكثر على الجيران الاخرين. ونسيق الطريق ونخرج دوك الحوايج اللي سردوا لينا ودوك المانط وداك الشيء. ودابا حنا قلنا الحمد لله فيها بعد. يعني ديك البراكه كنتو قانعين بها. قانعين بها وساترانا. واحد شويه تاجا وعندنا مع الثلاثه ديال الليل قال لك والو اليوم في الصباح ما تبقى حتى حاجه، اليوم في الصباح تحيدوا حوايجي. حنا اللي دخلناكم وجينا ما بغيناش نسالوا عليكم، غتخرجوا غديروا انتوما براكه بحالكم بحال الناس. اضطريتوا انكم تخرجوا من البراكه. اضطرينا دابا ما لقيناش فين غادي نحط وما عندناش فين نديروا. دابا انتوما ما عندكمش فين تمشيو. ما عندناش فين نمشيو، فين غادي نجيو؟ جينا هنا. شناهو هذا اخويا اللي باغي تسكن فيه؟ جينا حاشاكم حدا الكوري ديال الحمار هو اللي قابل علينا. يعني الكوري ديال الحمير حاشاكم مشاهدي قناه شوف تي في. لقيتك كتنقي فيه، لقيتك كتنقي فيه. واش باغي تسكن هنا؟ غادي نسكن هنا. غتبني عشه وتسكن هنا؟ نسكن هنا تيدير الله شي تاويل ديال الخير. مرتك حاملة ياك اختي؟ انت حاملة شحال عندك من شهر؟ حنا هادشي كامل 5 شهور. انت حامل؟ قولي 6 شهور. شحال عمرك بعدا؟ 23. عندك 23 سنة وحاملة. حاملة شابة وحاملة. 6 شهور دابا غتسكني في كوري ديال الحمير. واش غادي دير تسكن معانا؟ فيما مشى راجل غادي. شنو تقول للمسؤولين والناس اللي عندهم بيدهم القرار؟ نطلب منهم يعاونونا. ينقدونا. لا كاين شي واحد اللي وقف معانا يدير معانا بالخير. انا مصدومه، واش صادمك الوضع اللي انت فيه؟ انا البارح اختي شنو نقول لك؟ صادمني الوضع بزاف. البارح ما فهمتش انايا كيفاش مع قالوا لي الناس راه الدار طاحت منها حجره راه غادي تريب هذيك. تخلعت بالليل. تخلعتي شنو وقع لك؟ وما ديتش انا الطبيب لا والو. ما عرفتش واش الخلعه ولا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حنا كنطالبوا دابا من المحسنين شي واحد اللي يعني انت فقدتي الامل في المسؤولين غتلتجئ للمحسنين. المحسنين شنو بغيتي اخويا من المحسنين؟ حنا كنطالبوا نتستروا، ما كنطالبوا حتى شي حاجه اخرى، باغينا نتستروا. ما لقيت خدمه باش غنخدم، ما لقيتش فين غادي نستقر. ولينا دابا باغينا شي واحد. فاش خدام اخويا؟ فاش خدام؟ واه خدام حاشاك في الدار ديال الزبل، كندور نبوع نجمع طبق شيشه كدير. شحال كتصور في النهار؟ حالتي مره 1000 ريال، مره 1600، مره 100 درهم. كتجمع الميكا وداك الشيء وكتبيعه. كتجمع بحال هذا الشيء، هذا الشيء ولي كنبيع انا. هذا الشيء كنعبروا الكيلو، كنكس القواداس، كندار مع الوقت وصافي. هذا الشيء هذه هي المعيشه ديالي. ولا ما درتش الكره ما غاديش ناكل، ما غنعيش ما والو. ودابا كنتمنى من شي محسن. خويا شنو الاحساس ديالك وانت فقط كنتي كتعاني في براكه؟ وكنعاني وخرجتي منها. وكنقول للناس هما راه كثر مني الوضعيه ديالهم. وجيت نشوف دابا منين تلاحيت انا الزنقه ما قعد بي، ما بقى عندي حتى شي امل. وليت كنتمنى نموت احسن ليا كاع ما نبقى عايش. كون ما كانش هذا السيد انا عطى الله مندي، عطى الله مندي. يعني ما شفت العيا ما غاديش تقبل عليا الزنقه، غادي نهرس شي طانوبيل ونمشي للحبس غنعس. ناكل ونشرب ولا هاد. ما اخويا هاد توصل لهاد المرحلة، ولكن مواطن يعيش في كوري ديال البهيم حاشاكم ديال الحمير. واش هاتي يبني فيه عشة. شوفي شنيا شنيا هاد، وقابلين على هاد الشيء حنا قابلين عليه. ما لقيناش حنا اللي بالبديل ولا فين نمشي ولا الجهد لا جهد الله. المهم حنا التاجئنا لهاد البلاصة حدا هاد الحمار. واخا خويا غادي نحط الرقم ديالك باش ان شاء الله يدخلوا المحسنين. ان شاء الله. 06 43 43 36 36 04 04 37
37 سميتك العربيات. مشاهدي قناة شوف تيفي، الوضع راه هو هذا، ما كاين لا مونتاج لا مقص لا حتى شي حاجه، كاين فقط الواقع والحقيقه المره. هذا المواطن العربي هو والزوجه ديالو راه اليوم الا ما كانش شي تدخل من المسؤولين ولا من المحسنين الله يجازيكم بالخير، راه غيبات في كوري ديال الحمير هو والزوجه ديالو اللي حامل. انا غادي نخلي لكم الرقم ديالو في التعاليق، الرقم ديالو هو 0643 36 04 37. الرقم ديال العربي عندكم في التعاليق، كنتمنى انكم تدخلوا وتعاونوا. نداء المسؤولين، لكن ما نكذبش عليكم، الامل في المحسنين، هو دار هذا الفيديو باش يوصل نداء للمحسنين باش يعاونوه، غير فين يتخشى على ما دار حل. هو راه ما عندوش شي خدمه اللي مرسم فيها مستقر فيها، ما عندوش سكن، كانت عنده براكه خرجوه منها فلقى غير الكوري. حتى شي واحد حيت حنا خرجنا، واخا نكمل مع حبيبه، ما تقوليش خرجوا، حنا خرجنا ماشي عليك، غطى علينا ماشي على حبيبه، دوينا على هادشي واش تتقولوا دوينا، قلنا تندوي على الصغنوط حبيبي، ما نحل قايد ونقدم جاء المولى، غتطيح لي ما ترد عليا انا تسولي علاش، اللهم يخرج نادم. لا راه سولات علاش قالت لي، سولات علاش حنا دابا تسدات الصغنوط قالك غتخرجوا، راه قالت لي دابا حيت وعي المنافق اللي قال لنا غتخرجوا. لا راه بصح حتى هو راه قال لهم، قال لهم راه القايد مع 3 د الليل فيا انا باش نخرجوا، راه هذيك هاك راه هي اللي كاين، هادي عاونوا ولا يديروا حاجه، احنا بعديات ماشي معاهم، راه حتى حنا كلشي اللي دايز عليه هو دايز عليه، حنا راه كناشدوا المحسنين، حنا كناشدوا لا راه قال لهم، لا راه قال لهم اذا المشاهدي قناه شوف تيفي كناشدوا المحسنين، كيف ما قلت وقع سوء تفاهم، فقط حنا راه قلنا ان البركه قايله للسقوط، ان السلطات دخلت وخرجت هاد الناس لانهم مهددين بان البراكه تريب عليهم، البراكه ما بقاتش ديال السكن. هادشي اللي هادي هي المعلومه اللي واصلانا، وهذه هي المعلومه اللي قلنا. وقع فقط سوء تفاهم، ما نتشوشوش معاه، فقط المهم هما هاد الناس هادو، كنتمنى من المحسنين يتدخلوا ويتصلوا به، ربما غيتصلوا بك الناس، فقط كيجربوا غير الهاتف واش خدام، غير كيجربوا الناس التليفون ديال العربي راه خدام، تواصلوا معاه نقدوا هاد السيده. هاد السيده راه مصدومه ما عرفتش تهضر، لانها مصدومه من الصباح وهي ساكته حامله، راه ربما الامهات والنساء اللي مجربين الحمل وعارفين اللحام وعارفين شنو كيكون، راه هاد الوضع صعيب عليك، راه صعيب عليك. وهاد الريحه ديال الكوري، شوفوا الدود، هاد الدوده ياك اختي، هادي دوده من الحشاك والخدي الطوبات، راه عيب نخليو الناس يباتوا هنايا. الله يرحم لكم الوالدين. مشاهدي قناه شوف تيفي، الناس ديال الخير القلوب الرحيمه، عفاكم تدخلوا ونقدوا هاد، راه هذا هو الاجر، راه هذا هو الحج، راه في هاد الناس في من دايزه الحسنه، الله يجازيكم بالخير، تعاونوا مع هاد الشباب. الدريه مازال عندها 23 سنه وحامله، ما عندهاش فين تمشي وتعيش، تبات في حدا كوري ديال الحمير، راه عيب، راه حشومه، راه حشومه نوصلوا لهذا الوضع، راه مهزله، راه مهزله يولي انسان يعيش حدا حيوان، راه عيب عيب والله العظيم. اختي شنو تبغي تقولي للمحسنين باش يوقفوا معاك؟ نبغي نطلب منهم يعاونونا، ساعدونا، خاصك فين تسكني دابا ياك، خاصك واخا اللي يقدر يعاونهم باش يكريو، ولا يقلب لهم على شي بيت، يخلص لهم شي مده معينه فين يدخلوا، راه ما عندهم لا فراش، ما عندهم لا غطا لا حوايج، كلشي مشى لهم في الماء، كلشي ضاع لهم، ما عندهم لا فلوس لا باش يتحركوا. ها هو راه كيجمع في هادشي باش يبني عشه، كان غايب راه كيبني فيها، راه بارك كينقي فياك، نقيت هادشي من العشية، ولكن اخويا هاد الريحة راه مايمكنش، كره الناس اختي حنايا هاد الريحة، الله هو هاد الريحة، هو هاد الحمار هذا اللي قابل علينا، ولا الناس اللي كيصيفطوا فينا كل خطرة، هما مصيفطين لي حينا ويجي كيقول لك لا حنا ما قلناش لكم، حنا راه المخزن اللي قالوا، حتى هما ما ندخلوهمش في الموضوع، الناس مالين البراكة ما ندخلوهمش في الموضوع، ما داخلينش هما في الموضوع، حنا السلطات اللي جاو عندنا، السلطات لأنها قايلة السقوط، ممكن تطيح عليكم، باش هما يخليو المسؤولية ديالهم. حنا دابا ما قلنا حتى شي كلمة ديال العيب، فقط حنا التجئنا للمحسنين باش يتدخلوا، باش يوقفوا معاه، صافي هذا هو الميساج، باغي نجبد صداع لحد هذا هو الميساج، المحسنين يوقفوا مع هذه البنيه اللي حامله، الله يجازيكم بالخير. السيده عندها 23 سنه وحامله وما عندها فين تمشي،
غتحشومه نخليوها تبقى هنايا في الكوري. الله يرحم لكم الوالدين. تدخلوا في اقرب وقت. الرقم ديال العربي هو 06 43 36 04 37. التليفون ديالو راه خدام، راه كيتسنى الاتصال ديالكم، ما تبخلوش عليه، اتصلوا به ما تبخلوش عليه، راه ما لقاش حل، ما عندوش حل. دابا راه غيتسنى فقط الاتصال ديال المحسنين، ما كيتسنى حتى شي حاجه اخرى، لانه عارف هو يعني باش المسؤولين غيتدخلوا. ما عرفتش انايا، المهم ان المحسنين هما اللي عندنا فيهم الامل انهم يدخلوا في اقرب وقت، وانهم يجيو ينقذوا هاد الشابين، هاد الزوجين اللي في مقتبل العمر ديالهم، اللي من المفروض يكون عندهم سكن وتكون عندهم وظيفه ويكون استقرار، يكون استقرار نفسي ومادي. لكن للاسف هاد الناس، هاد الشباب ما عندهم حتى شي استقرار، لا نفسي لا مادي لا سكني، ما عندهم والو. ما عندك والو خويا ياك؟ لا شيء، والو. خارج بحوايجك اللي عليك. طويل، وعطاهم لي الناس دابا. هاد الحوايج اللي لابس. حوايجي انا كاملين سردوا لي، كلشي لاحتم، كلشي لاحتم هاهما، كلشي نوريهم لكم قدامكم دابا. لا حول ولا قوة. حوايجي باقي دابا شي حاجة في الدار، تشوفوا الدار تخلعوا. وريتك انا الفيديو كي دايرة الدنيا وكي دايرة الحالة. والضيق، وزيد الخنز، ما عندناش طواليت، ما عندناش. انتوا عايشين بلا طواليت اخويا؟ بلا طواليت عايشين عام وعام وشهرين. ونسقيو في الماء من عند الجيران. وهذه شو عاد الجيران؟ كطلبوا الجيران باش يدخلوا الطواليت. هذه اللي كتمشي، انا كنمشي حاشاك للخلا، نمشي للقهوة، واش فهمتيني؟ هذه كتمشي عند الجيران، شوية تولوا الجيران كيقولوا يعني حتى الطواليت ما حتى الطواليت ما عندناش، ولاو كيشوفوا هذه كتبقى تجي عندهم كيسدوا على الطواليت. صافي هذه ولات كتقول لي هي دابا مع حامل ولا وحام، ولات كدوخ كدير شي حوايج كتنسى. الاخرين ولاو كيقولوا لك لا هذيك مسوها عندك، لا هذه دايره. قلت لها هذه تفادى يعني المشاكل، يعني وليتو كتعرضوا للاهانه، وليت ساد عليها في المحل، قضي غراضك في البانيو. سمعتيني؟ ما كاينش الضو في الدروج، كنقول لها قضي غراضك في البانيو في السطل. وما نحاشي واش بنادم الممشي ونجيبوه من الفران من العوينه من اي بلاصه، يعني كلشي تخلى عليكم، كلشي دابا اكثريه في هذه اللحظه هذه اللي حنا دابا. دابا حنايا اليوم غادي نباتوا هنايا، انا هذه الوالده اللي سمعوا بحال هكايا غي ما عرفتش غيطراو. انا مازال ما عنديش مشكل، ما عنديش لا والدين لا عائله لا حتى حاجه. انا جدر مقطوع من الارض، ما عندهمش فين يدخلوا. وكون عندهم امها شاده خوته معاها امها، يعني تتشوفوا ما مستافدين فيها حتى هما مستافدين. ولكن ما عندهاش فين. قناه شوف تي في الله يجازيكم بالخير، ما تخلوش على هاد الناس، الله يرحم لكم الوالدين، وقفوا معاهم، شوفوا لهم غير شي بيت وخلصوا لهم شي مده. ربما المحسنين هما كيتصلوا، الله يجازيكم بالخير، ربما تخلوش عليهم، ما تخلوش عليهم، راه محتاجين لكم، راه عيب نشوفوا خوتنا. احنا كاعلام راه كنعاونوا باش قدرنا، الله يحسن العوان، ولكن يد وحده ما كتصفقش. تجمعوا ديروا حل لهاد الناس، المسؤولين طريقهم طويله، فما نتسناوش حنا نوقفوا مع بعضياتنا في هاد الازمات. راه حشومه نتسناو، حنا ما غاديش نتسناو دابا المسؤولين، ماش غايدير لك، يحيدك من كوري. خوك اللي بحالك ومسلم هو اللي غيحس بيك، هو اللي غادي يقدر يعاونك. اذا مشاهدي قناه شوف تي في الله يجازيكم بالخير، عاونوا هاد الناس ووقفوا معاهم. غادي نودعكم، غادي نودعكم في امان الله، ولقاكم في مباشر اخر، وان شاء الله غادي نتبعوا مع هذه الحاله تنشوفوا الوضع ديالها فين غادي يوصل. الى تعاونتوا معاهم حنا غادي نوصلوا لكم كاع الاخبار ديالهم باذن الله خطوه بخطوه. الله يجازيكم بالخير، وقفوا معاهم.